فوازير وفوازير عم فؤاد وحلم لم يكتمل عند محمد هنيدي، برغم ان انت اعلنت عنه للجميع، ايه السبب؟ السبب هو يعني هو حلم كوميدي شوية بصراحة، بس كان حلم بجد واتحطم تحطيم غير عادي يعني. فوزير عام فؤاد بالتحديد أيام الجامعة كانت لسه بادئة، فوزير عام فؤاد وكان ليها شنة ورنة جامدة جدا لحد دلوقتي طبعا، بس البدايات بالتحديد كانت الناس حباها قوي قوي، وأنا كنت لسه معرفش لا في لا رحت بقى أكاديمية ولا معهد ولا أعرف أي حاجة في الدنيا، وكنت بشتغل في الجامعة، وكان مخرج المسرح اللي في الجامعة كان بيشتغل بره اسمه أستاذ عادل زكي، مخرج في مسرح السلام. وفجأة قال لي أنا رشحتك مع الأستاذ فؤاد المهندس في 15 حلقة. فطبعا اتجننت، ما ينفعش ازاي، مش قال لي والله وهتشتغل وبطل ومش بطل. فقلت له لا بطل ولا حاجة، يكفي إن أنا أشتغل في فوازير ومش عارف إيه والشهرة بقى والأحلام وحاجات كده. طول الوقت تليفونات وبروح له البيت وبتاع مش عارف إيه لحد ما بدأ يقرب رمضان. طبعا هو أول ما قال لي كده انا قلت لكل مصر ان انا طالع في وزير عام فؤاد، لاصحابي والاهلي وكل الناس وكله ستاند باي مستني رمضان عشان اتفرج على ايه، على محمد. جه رمضان وبداوا تصوير الفوازير، واتصل بيا الاستاذ عادل زكي وقال لي بكره الساعه 12 في التلفزيون، بكره الساعه 12. وكاني بقى خلاص بقى الدنيا كلها بتفتح ابوابها ومشوار النجوميه الحقيقي بدا. طبعا انا نمت في اليوم دوت من الساعه 6، يعني عارفه عايز انام بدري عشان فجاه النهار يطلع واروح التلفزيون، وطول الوقت بزعق من غير ما اي حد يسالني، لو حد سال عليا انا نايم عشان رايح التلفزيون بكره. قمت الصبح وضبط نفسي كويس قوي ونزلت بتلكك ان اي حد يقول لي انت رايح فين، عشان ايه رايح التلفزيون ليه، عشان ايه اعمل عم فؤاد، والمساله كبرت قوي. وقفت في الشارع بشاور لتاكس، تاكسي قبل ما يسالني بقول له التلفزيون عمو فؤاد، فايوه ومش عايز يوقف عشان طول الوقت مساله اتجننت فعلا. رحت التلفزيون ونزلت ودخلت، فانا داخل بقى قالوا لي التلفزيون، فداخل التلفزيون فاول حاجه لقيت واحد بيقول لي خد يا ابني انت رايح فين؟ قلت له انا داخل استوديو 6. قال لي انت فاكر المساله سهله يعني، فين تصريح فين مش عارف ايه؟ قلت طبعا مش ممكن، لا ومش هبقى نجم كده فجاه، لازم اي ايه تحطيم، مش مشكلة. واديته البطاقة وبتاعه ودخلت، قعدت 3 ساعات اسأل وانا واقف مكاني على استوديو 6 لحد ما جه واحد قال لي ما قدامك يا اخي، مش فاهم حاجة خالص والمسألة حلم مبنى التلفزيون أول مرة. دخلت استوديو 6 فقابلت الأستاذ عادل زكي، استقبلني كويس قوي وبتاع، وكان قاعد معاه الأستاذ محمد رجاء المخرج، وقال له محمد ومش عارف إيه وبتاع. أستاذ محمد ما اهتمش خالص طبعا، ما دهوش ومحمد مين، ما يعرفش أي حاجة، قال له أوكي وبتاع ومشي. أنا شايف حلقات قدام المكتب بتاع الاستاذ عادل زكي، كل ممثل بيدخل صباح الخير يا عدول مش عارف ايه، يديله حلقتين ويمشي، فكل شويه الحلقات بتنقص، بس انا واثق ان ايه يعني حلقاتي موجوده وعادل صاحبي يعني. فجاه الحلقات دي خلصت ولا كلمني في اي حاجه، ولقيته واحد قال له محمود، قال له قال له استاذ محمد فرعوني. انا مش فاهم يعني ايه فرعوني، بس قلت ايه يعني هلبس فرعوني وهاخد بقى السكريبت واشتغل وكده. طلعت ولبست واتمكيشت وبتاع وفرحان قوي، وفاكر يوميها انا كنت قاعد في اوضه المكياج، واوضه المكياج للسيدات الناحيه الثانيه، فلقيت مدام هاله صدقي، فقلت المساله خلاص بقى يعني بقينا اصحاب بقى وايه مساله مشيت يعني. لبست فرعوني ونزلت دخلت الاستوديو، وفجاه الباشا وصل، فجاه بتشوف مين الباشا، لقيت فؤاد المهندس، فما اقدرش سعاده غير عاديه، بس عايز بقى الورق عشان اشوف همثل اقول ايه وبتاع. قفلوا باب الاستوديو ممنوع حد يخرج، ما شفتش عادل زكي ده خالص، فوقفونا كتير قوي كده بتاع 40 واحد لابسين فرعون، انا مش فاهم حاجه خالص لحد دلوقتي. فشويه واحد قال له محمود هات 5 فرعون. 5 فرعون ازاي؟ قال له 1 2 3 4 5 واختاروا لي. قال له اطلب يا دار الصغير دوت كده شكله حلو. فروحت قلت له هو في ايه؟ قال له بس كده مش عايزين، هم بيصوروا وانا مش فاهم حاجه بقى، واضاءه وشغل. فوقفونا وقال ايه؟ انا قلت هيجيبوا لنا بقى الورق عشان نشوف الادوار. بس شويه وقال لي ايه؟ بص يا ابني اول ما يجي الاستاذ خليل مرسي معدي هتركعوا وتقولوا عاش فرعون العظيم. رحت لطم على وشي عادل زكي، عادل مفيش عادل زكي طبعا، وعملت الشوط عملت الشوط دوت وعدى الاستاذ خليل. انا طبعا بقول عاش فرعون بالدموع مش فاهم حاجه. هنا بقى عرفت يعني ايه كومبارس ويعني ايه مجانيه، وده مش حلم يعني، مع احترامي طبعا للناس اللي بتعمل كده، بس انا مش عايز اعمل كده. والإفين حاطيني فرجة يعني في أول الكادر يعني باين باين فضيحة فضيحة عارفة، وقال لي عاش فرعون العظيم وطير. الراجل قال ستوب
وانا اتجننت، قلعت كل الحاجات مش عارف اخرج، الاستوديو مقفول. فجاه لقيت واحد من البوفيه خارج، رحت جاري وراه ادور على عادل زكي، مفيش. يوم روحت كان يوم اسود بقى، واي حد يسالني لسه ما صورتش مش عارف ايه وكده. فاتصلت بيه تاني وقلت له يا استاذ عادل اللي بيحصل ده، انا جاي امثل مش جاي اقول مش عارف ايه وبتاع. قال لي لا ما هي البدايه كده واستنى وبتاع. قلت له طب شوف الشوت ده فين الورق؟ المهم الورق. قلت له شوف الشوت ده في انهي حلقه ويا ريت تشيله. قال لي للاسف محمد الشوت ده في التتر، وكانت الفضيحه. 30 يوم يا عزيزتي في التتر، عاش فرعون العظيم. طبعا تهزيق من العيله كلها بقى ومن اصحابي، وكانت ليله زرقاء يعني. ومن ساعتها ما بحبش اتفرج على